12 سنة النادي الأهلي. أنا عشت تجربة فريدة جدا مع النادي الأهلي في كتابة تاريخ النادي الأهلي. في قبل المئوية، قبل الاحتفال بمرور 100 سنة على تأسيس النادي، كان المهندس إبراهيم معلم الناشر المعروف طبعا، كان عضو مجلس الإدارة، وقال لي احنا عايزين نعمل كتاب عن النادي بمناسبة المئوية. ابتديت اشتغل في الكتاب، في شهرين خلصت الكتاب. إبراهيم معلم قال لي ايه ده، انت كاتب مقالات عن النادي الأهلي؟ لا 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 لا، اهدى شوية كده ودور كويس وشوف تاريخ النادي الأهلي بجد. يعني كابتن صالح سليم الله يرحمه عرف ان انا بعمل كتاب عن النادي الأهلي وعن تاريخ النادي الأهلي، قال لي يا حسن انا عندي ليك كنز. قلت له ايه يا كابتن؟ قال لي محاضر مجلس إدارة النادي الأهلي موجودة في النادي، ما تبص عليها هتقدر تطلع منها كل المعلومات اللي انت عايزها. قلت له نعم، هو انتم في النادي شايلين محاضر مجلس الإدارة من 1907 لغاية النهاردة؟ قال لي ايوه طبعا موجودة على طول، بتحفظ ومسجلة يعني وموجودة في مكتبة النادي. بس يا حسن، ده كلمة الكابتن صالح، المحاضر دي فيها أسرار، وأوعى اللي تحس إنها أسرار تطلع برا، لأن يعني أنا ثقتي فيك كبيرة. أنا طبعا يعني حسيت بقدي الراجل ده شجاع وجريء وكريم معايا جدا، لأن مش أي حد هيسمح بده لأي حد، خصوصا لما يكون صحفي. يعني خدت المحاضر، قعدت أقرأ فيها 4 سنين. كنت أروح النادي الأهلي أمسك المحاضر أقرأ، لدرجة إن أنا يعني بمرور الوقت والأيام والأسابيع والشهور أنا بقيت أبص لنصوص المحاضر، ألاقي جعفر والي باشا هو اللي بيتكلم، عبد الخالق ثروت باشا هو اللي بيتكلم، شريف صبري باشا هو اللي بيتكلم، احمد حسين، انا سامع صوتهم. انا مش بهزر والله، مش ببالغ، انا بقيت عايش في الزمن بتاعهم، لدرجه اني بقيت حاسس ان انا سامع كلامهم. يعني الكلام اللي انا بقراه في المحضر انا سامعه. الكلام ده لما حد بيسالني انت يعني كتبت الكتاب ده امتى وازاي، اقول لهم مش انا اللي كاتبه، هو طبعا انا اللي كاتبه وتصدقوا يعني، بس يعني مش انا اللي كاتبه، اللي كاتبه أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، النصوص بتاعة المحاضر. ده على فكرة أنا عايز أقول حاجة، أنا أجزم بأن أنا اللي عرفت جمهور النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي وكل من يحب النادي الأهلي وكل من يهتم بالحركة الرياضية المصرية، مين اللي عمل النادي الأهلي، مين صاحب فكرة تأسيس النادي الأهلي؟ عمر لطفي بك. عشان كده أنا لما عملت الكتاب كان الإهداء إلى روح عمر لطفي، اللي المحامي اللي كان صاحب فكرة تأسيس النادي الأهلي، لأنه كان راجل مستنير وله مؤلفات ويعني سابق زمنه كمان، وكان صديق شخصي لمصطفى كامل، الزعيم مصطفى كامل. وعلى فكرة العلاقة المباشرة بين مصطفى كامل وعمر لطفي هي بتروح ناحية النادي الأهلي أكتر بكتير جدا من العلاقة الغير مباشرة اللي ما بين سعد زغلول والنادي الأهلي. عمر لطفي راح لمصطفى كامل قال له أنا عايز أعمل نادي للشباب لطلبة المدارس العليا اللي هم بيروحوا الجامعة، يعني عشان النادي السياسي بتاعنا ده مش كفاية. كان هو الحقيقة رئيس مجلس إدارة نادي اسمه نادي طلبة المدارس العليا، كانت 1905، اتعمل سنة 1905. فمصطفى كامل قال له خلاص يعني ياريت، وراح قال لعبد الخالق ثروت كان زميله، قال له أنا هعمل نادي وعايزين نعمل النادي ده في حتة منطقة، أنا هقول النص،
منطقه نائيه بعيده عن القاهره، اللي هو موقع نادي الجزيره كان ايامها حاجه بعيده جدا عن القاهره، والناحيه الثانيه من النيل حتى، يعني كانت مشكله حكايه ان الناحيه الثانيه، لان كوبري قصر النيل كان بيسهل قوي الناس تروح للنادي او لمقر النادي. لما تهدي الكوبري سنه 31 عدد اعضاء النادي الاهلي من 310 بقى 130 حاجه زي كده، نقص عدد الاعضاء لان الناس ما بقتش تروح النادي بسبب هدم الكوبري واعاده بنائه مره ثانيه. اجتمع مجلس اداره النادي الاهلي، هقول لكم شوفوا الدقه، الساعه 5:30 24 ابريل 1907 اجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي أو اللجنة الإدارية العليا، ده كان اسمه كده في أول ما اتعمل النادي، في منزل ميتشل أنس الراجل الإنجليزي اللي كان يرأس النادي في هذا الوقت. وحضر الاجتماع فلان وفلان وفلان، والمحضر ده هو المحضر الوحيد اللي مكتوب بالعربي ومكتوب باللغة الفرنسية أو بالفرنساوي. العربي موجود في اليمين والفرنساوي مكتوب موجود في الشمال، ده في المحاضر اللي موجودة في النادي دلوقتي يعني. واتفقوا يعملوا ايه في النادي، واول حاجة اتفقوا عليها البيت الكبير، البيت اللي هو الكلاب هاوس او اللي بتسمى بعد كده صالة راتب، اللي هي يعني اول بناء تقريبا اتعمل في النادي الاهلي، وكان يتكلف 2500 جنيه. جميع الأحوال أنا كنت بقول إن النادي الأهلي مش الكورة بس، النادي الأهلي هو اللي عمل طبعا شعبيته من الكورة، إنما كان لما اتعمل كان مؤسسة رياضية اجتماعية فنية، عمل كان بيعمل حفلات كل سنة بالأوبرا باسم النادي. من النادي الأهلي اتخرج ممثلين وفنانين، يوسف وهبي عمل عروض مسرحيه في النادي الاهلي، امينه رزق، محمد عبد القدوس والد احسان عبد القدوس، نجيب الريحاني عمل مسرحيات، وكان في حفلات سنويه بتتعمل في النادي الاهلي. حتى ام كلثوم كانت عملت حفلات في النادي الاهلي وكانت بتعمل ايرادات كبيره. وفي حفله مشهوره قوي لما الملك دخل فجاه على ام كلثوم وهي بتغني، وانا سالت الاستاذ مصطفى امين، الاستاذ مصطفى امين من المؤسسين او من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي في الاربعينات، وسالته هو ليه الملك راح الحفله دي، قال لي انا اللي قلت للملك ونصحت الملك ان هو يروح حفله ام كلثوم، لان الانجليز كانوا ايامها في الاربعينات مانعين اسم الملك يتقال في الراديو، فقلنا نضحك على الانجليز ان الملك اول ما يدخل على ام كلثوم والمذيع هيقول جلاله الملك حضر، الناس هتسقف. وبالفعل فعلا لما دخل الملك اتكسرت قاعده حرمان اسمه من الاذاعه، والناس وهي على الهواء بتذيع حفله ام كلثوم ذاعوا ان الملك جه، وانه ام كلثوم ابدعت يومها فانعم عليها بوسام الكمال. وتتخيلوا حضراتكم ان الاستاذ مصطفى امين هذا الصحفي العملاق هو تقريبا اللي بنى حمام السباحه الرئيسي اللي موجود في الجزيره دلوقتي، وهو اللي اقنع احمد عبود باشا انه يعني يساهم في بناء هذا الحمام، حمام السباحه، وانه هو اللي عمل اتصالات مع وزاره المعارف علشان يجيب اعانه منها 3000 جنيه عشان يبتدوا يعملوا حمام السباحة في الأربعينات، وهو كان من أنشط أعضاء مجلس الإدارة في هذا الوقت. أنا الحقيقة يعني على صداقة أو زمالة مع الكابتن حسن حمدي من أيام الجامعة، ومن فترة طويلة جدا كنا في سكشن واحد وكلية واحدة وجامعة واحدة وفريق واحد، ولعبت معاه في منتخب الجامعة، وكان هو طبعا نجم النجوم في النادي الأهلي. يعني وتزاملنا في الأهرام 30 سنة تقريبا يعني. في يوم من الأيام بقول له أنا عايز أعمل عضوية في النادي الأهلي، أنا بس عايز أوريكم يعني قد إيه الناس دي كانت صارمة جدا. كابتن حسن أنا عايز أعمل عضوية في النادي الأهلي، يعني بكامل عضوية دلوقتي؟ قال لي لا، ده 50,000 جنيه. قلت له طب أنا عايز تخفيض بقى عشان يعني
احنا يعني؟ قال لي نعم مفيش تخفيض. عايز تبقى، والله قال لي بالنص كده، عايز تبقى عضو في النادي الاهلي هتدفع زيك زي اي واحد في النادي الاهلي. وعلى فكره ده اللي عمله صالح سليم مع هشام على ما اعتقد، ومع اي حد كان عايز يروح يقول لصالح سليم انا عايز ابقى عضو في النادي الاهلي، يقول له اروح ادفع زي ما اي واحد تاني هيدفع. ما كانش، انا اتحدى، انا كنت قريب جدا من الكابتن صالح على فكره، كنا بنقعد نتكلم كتير في حاجات كتيره قوي يعني. اتحدى ان كان في مواطن يروح يقول لكابتن صالح انا عايز اخش نادي الاهلي ببلاش ولا بعضويه بخصم ولا حاجه من دي. ولو كان مين كان في دي، ده بقى هو يقول عليه حق النادي الاهلي. وعشان كده السيستم ده مشي لغايه النهارده. انا اعتقد ان يعني انا صدقت محمود الخطيب قديمه جدا. محمود الخطيب انا اعرفه يعني، دخل بيتي وبيت ابويا وهو لعيب نجم النجوم. وعشان تبقى عارفين محمود الخطيب وهو بيلعب وفي عز نجوميته يعني ما كانش يقدر يمشي في الشارع، ده بجد ما يقدرش. بعدين ده واحد من القلائل اللي بطل كوره وما زال لغايه دلوقتي نجم. على اي حال يعني انا عايز بس اوصل تاني للجزئيه المهمه قوي، ان الكرة صنعت شعبية النادي الأهلي طبعا، والبطولات اللي حققها النادي كانت وراء هذه الشعبية العريضة جدا. لكن النادي كان ليه أدوار مهمة قوي في الحركة الرياضية المصرية، تمصير الاتحادات المصرية. كان النادي اتعمل عشان طلبة المدارس العليا، عشان الاشتراك كان يعني للموظف 6 جنيه في السنة، للموظف الكبير ده الراجل الكبارة اللي بيقبض فلوس كتيرة قوي كان 6 جنيه عشان يبقى عضو في النادي الأهلي. طب الطالبة، طالب الجامعة يعني اللي هي المدارس العليا، كان عشان النادي يتعمل علشانهم كان 3 قروش في الشهر، يدفع 3 قرش كده عشان يبقى عضو في النادي الأهلي. لو شفنا العضويات بتاعت تصنيف العضويات للنادي الأهلي في أول 10 سنين هتلاقي معظمه من 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 طلبة المدارس العليا. وبالمناسبة طبعا فنانين في المحاضر برضو، تلاقي إن عبد الحليم حافظ عايز يبقى عضو في النادي، ده المجلس بيقول الفنان فلان الفلاني عايز يبقى عضو في النادي، توافقوا ولا ما توافقوش؟ الفنان فريد شوقي عايز يبقى عضو في النادي، توافقوا ولا ما توافقوش؟ يعني هما الناس تقول نادي الوطنية ونادي المبادئ. أنا بس هتكلم على نادي المبادئ دي، حول قصة صغيرة موجودة في المحاضر يعني سنة 1912، مشعول الأسماء عشان يعني الأسماء دي يعني أعتقد رحلت عن الدنيا، لكن احتراما هي الأسماء موجودة في الكتاب. لكن عضو من النادي قعد يزعق لعضو تاني زميله في النادي في جنينة النادي، راح اشتكى لمجلس الإدارة، مجلس الإدارة حقق في الموضوع فقرر ان العضو اللي كان صوته عالي يقدم استقالته فورا من النادي. يقدم استقالته يعني ايه؟ يعني عضويته تتشطب يعني. ولو ما قدمش استقالته خلال 3 أيام مجلس الإدارة هيعلن شطبه من النادي. وحصل، قدم استقالته ومشي. حد يصدق الكلام ده؟ حد يصدق ان ده ترسيخ لفكرة المبادئ في النادي؟ انما الوطنية، هو الوطنية ما حدش بيقول انا وطني، ما حدش بيقول انا راجل زعيم، ما حدش بيقول كده. ولا حتى البشوات اللي عملوا النادي واسسوه كتبوا كده في المحضر احنا نادي وطني. الوطنية موقف، الوطنية الصبغة الوطنية دي بتبان في شوية حاجات. لما النادي الاهلي يعمل اسمه الانجليزي اول ما تأسس ناشونال يعني وطني او اهلي، ده ليه معنى. لما يبقى النادي معمول لطلبة المدارس العليا اللي هم كانوا في مطلع القرن 20، هم الوقود بتاع
الوقود السياسي او الوقود اللي بيخاطب به مصطفى كامل المجتمع المصري، ده دليل على انه نادي له صبغة وطنية. طيب كمان لما يبقى النادي ده معمول للمصريين، للبسطاء المصريين، او بلاش البسطاء المصريين، للطبقة المتوسطة من المصريين، كل الأندية اللي كانت موجودة في الوقت ده كانت إما للموظفين الكبار أو للبشوات أو للإنجليز أو للجاليات الأجنبية. يعني مصر كان فيها 30,000 أجنبي تقريبا في سنة 1907، ده عدد كبير، فكان فيها أندية أجانب كتير، لكن النادي الأهلي اتعمل عشان المصريين، عشان المواطن المصري. الأول طلبة المدارس كان ليهم خصومات معينة بالاشتراك، ثم الأعيان والمهندسين والأطباء والزراعيين والموظفين المصريين، وكان في أجانب برضو بيخشوا النادي، لكن بالدرجة الأولى هذا نادي. عشان كده ده كان أول نادي معمول للمصريين، يتفتح للمصريين في الوقت ده. بعد كده اتعملت أندية تانية في مدن القناة للمصريين. من ضمن الوقائع هو للأسف بيحصل ان حد يقول قصة فتتوارث اجيال هذه القصة وتصدقها، لكن انا عايز اقول لكم، يعني انا بقالي سنتين بشتغل في كتاب عن النادي الاسماعيلي بالمناسبة، يعني وقرأت قصص ووقائع، وسألت كابتن صالح سليم في وقائع معينة، لم يحدث ابدا ان النادي الاهلي رفض استضافة النادي الاسماعيلي في ملعبه علشان فترة التهجير، لم يحدث إطلاقا. مش أنا اللي بقول كده، كل الناس اللي عاصرت وكتبت تاريخ النادي الإسماعيلي، مش أنا، هي اللي بتقول كده. وسألت الكابتن صالح سليم على واقعة رضا، رضا كان هيروح النادي الأهلي فعلا، الكابتن صالح سليم أكد لي أن النادي الأهلي قال لرضا أوعى تسيب الإسماعيلي، وجمهور الإسماعيلي مش هيتحمل أبدا أنك تيجي النادي الأهلي، لازم تكون يعني حياتك كلها في النادي الإسماعيلي. ده كان موقف النادي الأهلي من واحد من أساطير الكرة في النادي الإسماعيلي. النادي الأهلي قدم لعبات جديدة للحركة الرياضية المصرية، يعني مختار التيتش هو اللي قدم الهوكي مثلا، يعني الهوكي، رياضة الهوكي، التيتش. حسين حجازي لما كان في النادي الأهلي عشق البلياردو، لأن البلياردو كان لعبة أو رياضة جديدة أو حاجة جديدة في النادي الأهلي. إنما النادي الأهلي على مدى تاريخه راح كأس العالم للأندية، هو راح كأس العالم للأندية بجيل موهوب ومدرب موهوب وبإدارة وفرت كل الإمكانيات عشان يروح هذا الحدث المهم والحدث العالمي. أن النادي الأهلي حصل على المركز الثالث في سنة من السنوات ده كان إنجاز طبعا بالتأكيد، وكلنا فاكرين ازاي مصر استقبلت النادي الاهلي لما رجع من اليابان في اتوبيس مكشوف فرحا بهذا الانجاز. يعني العالميه برضو يعني من انجازات جيل، كان جيل عظيم جدا في تاريخ النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي جمهور كبير جدا وجمهور مهم، وانا شايف انه لازم يبقى دايما قدوه. من أجمل المواقف اللي أنا يعني شفتها، طبعاً ناس كتير شافتها، موقف الجمهور من مباراة، من الفريق بعد مباراة سان داونز في بطولة أفريقيا هذا الموسم أو هذا العام. يعني الجمهور حيا اللعيبة على الأداء وعلى الكفاح وعلى النضال، ويرسخ المعاني دي. على فكرة هي دي الرياضة، الرياضة بتقول كده، الرياضة بتقول انت مع فريقك في كل لحظة، فائز منتصر او حتى خسر مباراة او بطولة، لكن انت دايما مع. اعتقد ان جمهور الاهلي اثبت ده كتير.